طلابي وطالباتي الأعزاء، أهلا بكم في مادة الـ Applied Research Methods. كنت بدأت مع دكتور سارة تعريف البحث العلمي وخطواته والفرق بين البحث العلمي والبحث التطبيقي والعينات. هنبتدي نشوف كده، لو حبيت مثلا في Step Number 1 أعمل Identifying a Problem or a Phenomenon. لو قلت إن أنا عندي Problem، a Social Researcher may aim to investigate the percentage of students dropped out of governmental school in المنصورة مثلا. هو ده الهدف بتاعه، انه عايز يعرف نسبة الأولاد أو الطلاب اللي بيتسربوا من التعليم في المدارس الحكومية في محافظة المنصورة. فهيبتدي هو ده التارجت جروب بتاعه، هو الطلاب اللي هو government school in المنصورة، هو ده التارجت جروب. هيبدأ يعمل منه سامبل، يسحب سامبل، يبدأ يشوف يجمع البيانات ازاي، يعمل للديتا اللي هو عمل لها كوليكشن دي يعمل لها analysis، وفي النهاية هيعمل ايه؟ get into a conclusion. ممكن يبقى عندي هدف تاني للبحث، لو احنا عندنا مثلا الـ consumer research يكون في مثلا a chocolate brand may run a survey among the target group بتاعهم، يكون التين ايجر مثلا، عايزين how to check whether they like the taste of the chocolate. هو ده هدفهم، هل هم بيفضلوا النوع ده من الشوكولات او التيست دوت. يبقى ده السيرفي اللي انا بعمله، بنعمل identifying للبروبلم، بنحط research question علشان عايزين to have an objective and trustworthy answer. في النهاية بنشوف reviewing لل existing literature، develop a research plan، أحدد ال target group، أشوف أسحب withdraw the sample، أجمع ال data وبعدين أعمل لها analysis. ال analysis بتكون على حسب نوعية ال data اللي عندي، وفي النهاية بوصل ل conclusion. طب ده the steps of quantitative research. الستاتستكس بتساعدني في النوعية دي من الأبحاث، أو بنلاقي إن الستاتستكس موجودة في جميع الأنحاء بتاعت الأبحاث وفي جميع أشكال الحياة اللي بنعيشها. عندي نوعين من الستاتستكس: descriptive statistics and inferential statistics. descriptive statistics هي عبارة عن بتهتم كده in general إنها تديني summaries about the data. السامرز دي بحصل عليها ازاي؟ لانها عبارة عن الميثودز اوف كولكتنج سامرايزنج اورجانيزنج الداتا ان ان انفورماتيف واي. بتدياني في شكل جرافس اند شارتس، بتدياني في شكل ميجرز، ديسكريبتيف ميجرز زي الافريجز والستاندرد ديفيشنز والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ده كله بيهتم بالايه؟ بالسامرايز وديسكرايبنج للداتا. فده النوعية أولى من أو type first type of statistics، لأني أول حاجة عشان أجي أدرس لازم أعمل describing للداتا. نعمل describing للداتا، بعد كده أوصل للخطوة الثانية المتقدمة من statistics اللي هي inferential statistics، اللي هي methods are used to make estimates, prediction or generalization about a population based on a sample. يعني inferential statistics ما بقدرش أوصل له قبل ما أكون عملت الديسكريبتيف. طب الانفرنشال لقيت عندي معناه الانفرنشال statistics اللي هو الإحصاء الاستدلالي، يعني معناه إن أنا بستدل على المجتمع من العينة، بستدل على المجتمع من العينة اللي أنا درستها. طيب جميل جدا، يبقى ظهر عندي لفظ ال population و ال sample زي ما هنشوف. ايه هي السامبل؟ السامبل is a part or a portion of the population of interest، يعني العينة هي جزء من المجتمع اللي انا مهتمة بيه. لازم هشوف زي ما هنعرف بعد كده ليه لازم تبقى representative للمجتمع ده، وازاي اقدر اسحب عينة تبقى representative. طب ايه هو المجتمع؟ ال population is all possible individuals or objects of interest. لما بختار
داتا معينة علشان أدرسها أو أي مجتمع هدرسه بتعامل مع نوعية من الداتا، عشان كده هيبقى عندي أو نوع من الـ variables. ههتم بإن أنا أعرف الـ types of variables. عندي الـ qualitative variables. الـ qualitative من اسمها إنها بتتعامل مع qualities يعني or attributes يعني بتتعامل مع صفات. الـ data الـ qualitative cannot be measured numerically، ما بقدرش أقيسها on a scale يعني cannot be measured on a numerical scale such as the gender, types of cars, the eye color, the residence ونوعيات كتيرة من الصفات ما بقدرش أقيسها يا جماعة numerically زي الجندر مثلا. فقول الجندر هو male وfemale، ال types of car نيسان وهوندا وواتيفر والحاجات دي كلها هي ما بقدرش أقيسها on a numerical scale. Number two الـ quantitative variable من الاسم بلاقي إنها quantity. الـ quantity بتسأل عن how much or how many. الـ data can be measured numerically. It is also classified into types into two types. الـ type الأولاني من الـ quantitative variable continuous data can assume any value within a certain range. The continuous data can assume any value within a certain range such as the weight, the height, the distance from your home to work, the time of commuting from school to home, the age, العمر بتاعنا, the salaries, المرتبات, the scores. Scores on an exam يعني مثلا لو درجة الامتحان من 100 يبقى الرينج بتاعها من 0 to 100 تقدر تاخد any value within a certain range. طيب ال number B اللي هي ال discrete number B discrete data اللي هي can assume only certain value. Number B عندنا discrete data اللي هي can assume only certain values دي بسميها discrete data. زي ايه؟ ال number of children in a family, ال number of buildings, ال number of rooms, ال number of homes, number of students, number of shares. يعني اي حاجة واخدة فيها كلمة number يعني you only can count لما تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما تقدرش تحط decimals يبقى في gaps in between يبقى دي discrete variable. اخر نقطة عندنا في الـ levels of measurement اللي هي بنتكلم على عندي 4 levels of measurement: الـ nominal scale والـ ordinal scale